هاي. ايوه كيفكم؟ سبور واشياء. نسيم انت وصوتك ومغنيك كلكم ترفعوا الراس. مرسي ثلاثتكم سوا. مرسي. يعني انت كلك على بعضك. مرسي. بس اليوم غلطت الشارتر بألف. بألفين صار. اذا مش اكثر. اوكي. ما بعرف اذا انت انتبهت شو صار امبارح بالايفال ان بارتيكولير بالضبط. اوكي. بس انه اليوم مش معقول نسيم باخر ايفال نفسه مقطوع، مش معقول نسيم باخر ايفال افلاته كلهم مقطشين وفي شقف من الكلمات منشالين، مش لانه النفس ما بكفي، لانه نسيم مش مركز. كل الاشياء اللي عم نشتغلها على التكنيك وعلى النفس وعلى البوستور، اهم شيء عندك البوستور. لو عم تزبط البوستور انت عم تغني كان النفس بيلبيك اكثر، بس انت لما تسكر التوراكس وتطبه لقدام وتصير رقبتك لقدام ومسكر على لارينكس وعلى الكارد فوكال اكيد النفس ما راح يلبيك اونتر اوتر. وانت ما عندك اغلاط مغنى، كيف بتجي بتقطش افلاتك هيك مثل امبارح؟ اوكي هو كله سيدي ديتاي بس، وبنعرف انه بدهم ياخذوا وقت ليصيروا ستابل وانستالي، بس انت بدك تساعد حالك. انت اليوم ما ناقصك ولا نص شغله الا التركيز. انا بدي اقول لك انه بالبرايم وبالايفال ولانه نحن بهيدي المرحله نحن ناطرين منك كنا اكثر، مش يعني اللي عملته مش حلو، حلو بس لانه نسيم نطلب منه اكثر واكثر. خد وقتك بالمغنى، انبسط انت عم بتغني. أوكي. وفكر بكل القصص اللي تعلمتها من دون ما تأثر على عفوية صوتك. ان شاء الله موفق. مرسي. انا بتمنى من كل قلبي اشوفك بالفينال لانك بتستاهل ان شاء الله. وان شاء الله هلا بالغنية اللي بدنا قايلنا تكون فعلا قمة الابداع وقمة الاداء اللي نسيم رح يعطينا اياه بستار اكاديمي 11. كنت تجربة حلوة وإن شاء الله نكون تركت انطباع حلو عند الناس وعندكم انتم. انت نسيم انت كمان عندك صوت إينو بلياب. مرسي. عن جد. يلا. مرسي باي. تحضر باي. بونسوار. بونسوار. أهلا. شو تحممتي؟ شلت الطحين عن وجهي؟ إيه. اللي صار بالبرايم بهالبرايم بالذات يلي هو صعب النوميناسيون من بعده لأن صرتوا بس خمسة، يلي كان نوميني يعني نسيم ويلي غنى مع الضيف كان أقل حظ من الباقيين يلي فرجوا حالهم وبهروا أكتر وعملوا تابلويات وعرفت شو قصدي. يعني اللي غنى مع الضيف غنى مع الضيف ويلي كان نوميني وقف غنى غنية، يا زبطت هالغنية يا ما زبطت، بس يلي طلع أكتر يعني كان حظكم أقل. أنا عم أقول لك رأيي أنا، يمكن هني عندهم غير أسباب. مدام ميري بحبه فيك تبي شوز تشتغلي كتير، هيدا هالشغلة مش بس بالموسيقى، بحس انه بالحياة كلها تبي شوز ستين شوز ستين جراند كاليتي، هيدي اللي بتوصلك لبعيد بعيد. هلا ماني خايفة هلا شو عطيتيني، ما علي اذا بكيتي ما علي يا قلبي، هلا فش خلقيك، بس يلي بدي ما مش كل ما واحد قالك يي عملتي هيك تتأثري، هي عملت هيك تروح معك عشر ساعات بكي وما بعرف شو هالاشياء ما بدي اياها. ليه؟ لانه هي بترجعك لورا. شو بدنا بهالشغله؟ وصلتي لاحظتي انا يلي كنت قتلاني همه كيف بدك تفتحي تمك قبل ما تفلي من الاكاديمي وفتح تمك. هلا في تفاصيل بدون شغل، هلا بس تظهري من الاكاديمي اذا الله رد، بس تسكر الاكاديمي بدك تنتبهي لهالشغله. رح أقولها بالفرنسي، le monde est plein d'intelligents seuls les travailleurs réussissent. بس يعني المليء العالم مليء بالأذكياء بس يلي بيشتغلوا هن بينجحوا. أنا ما عندي أي شك بأنه أنت مشروع ستار، قلته من أول يوم هيدا الكلام، أول يوم شفتك فيه عم بقوله كمان لأنه عندك قدرات تمثيلية أبداً منا قليلة، كتير تطورتي عندي بالتمثيل وكتير تطور حضورك بالمسرح. ميرسي و ثانك يو لكم كثير. اوكي حبيبتي موفقة. جود لك. باي. كيس كيليا؟ فولي رانتري؟ معقول الفيلم البروجرام ما اسمع فيلمتين حلوين يلا اطلعوا؟ لا يلا نسيم اسمعنا لا خلينا انت ايه اللي جايبك؟ يعني معقول احنا واحد منا يكون فاينل لازم نسمع شو راح يصير؟ عم بحس مرمان لازم نقول له نشيله بكره.
ما حضرتوا لنا شيء تغنوا لنا اياه مع بعض؟ يلا تفضل. مبروك سنه الجاسم الحلم عم بيجي. قولي مونيك هيدي قولي لي فرق طبعا. مبروك سنه الجاسم والحلم عم بيزيد، نسهر سوا نغني سوا ونضل ايد بايد، خلينا مع بعض نحلم ببكره جديد. ربوع سنة بتنتسى بس الأمل موجود، زعتر دين من الولدن يحبوا عطر ورود، لو فينا عيش بوطن ما يكون عنده حدود. نحن الحلا نحن الضحك عطول ونجوم عم تلمع، ترجمة